المطبخ التونسي مع ماما ألفة. مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نعمل لكم سلسله هكا نتاع فيديوهات قبل عملتهم معاكم، عملتهم في فيديوهات قبل ويسالوني برشا على الوصفات هذوكم، قلت برا نعملهم في فيديوهات وحدهم خلي يقعدوا لكم، انا بدي كي نستحق باش نبعث لحد نعرف الفيديو وين بدي نضيع معاكم. المهم الوصفه هذيا عملتها لكم قبل، قلت لكم وصفه طياره 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 للي عنده مشاكل نتاع المعده، عندك جاير، عندك رسومه المعده، عندك غاز، عندك مشاكل في المصارن، متقلقه، تحس في روحك خواطرك دايره. الوصفه هذيا هي اللي باذن الله تنفعك في مشاكل الجهاز الهضمي الكل. الحبيله لي للحبيله لي هاني نعاود ونقول الصغار تقريبا تخففونهم شويه، مثلا في الزنجبيل وما تحطوهمش المسكته. هيا سيدك الوصفة هذه، عندي زنجبيل وعندي بسباس أخضر ولا النافع ولا الشامر ولا كل واحد شي يسميه، عندي المسكتة، المسكتة فما راهي متاع الحلويات اللي فيها ريحة نكهة ولا مطعم، وفما المسكتة البلارة هذه ما فيها لا ريحة لا نكهة لا مطعم، البيضة هكي في بالي هذه أرخص، تصلح دواء للكلاوي ومعناها مدر للبول وجرثومة المعدة، حاجة روعة. راني نحكي لكم على حاجة أنا مجربتها، راني مش هكيكا معناها سمعت منها وريت منها وحطيت هذيا متاعي انا، وديما نجرب حتىش للي لقيت الوصفه هذه اللي جربها يرحم على والدي. والنعناع الشايح والا نعناع اخضر اللي عندك، قرفه وزنجبيل، هذه هي المكونات. اول حاجه ناخذ زنجبيل، عندك بودر والا اخضر كيف كيف راهو. ناخذ الزنجبيل، اذا بودر مغرفه نتاع قهوه، اذا بودر مغرفه نتاع قهوه، ونجي ناخذ البراشة ونربيه نبرشو. حتى لبس عليك حاجة كيما نقولو نحنا فيها كلها منافع. كان يقعدك الكعبورة في الاخر مش مشكلة، نرميها ونخليها. حطينا الزنجبيل باش نحط فوقو البسباس الاخضر، حط فوق النعناع، الشايح، عود، قرفة، والمسكتة مش الكل قوية، راهي المسكتة مش الكل. قولوا نحنا أربعة فصوص حاجة هكا، عمالنا مهروشين عندي. وطبعا عندي ماء سخون يغلي، ماء يغلي نصبوا عليه. بسم الله، وبالوقت نغطي عليه على خاطر الزنجبيل فيه زيوت طياره يتبخر مع الهواء والمنفعه نتاعو تمشي، دونك نغطي عليه نسكر عليه الهواء ونخليه ربع ساعه ولا 20 دقيقه، ومن بعد نحطه في البراد التاي ونقدموه في بلاصه التاي، والا نشربو في كيس هكاك وحدي وكهو. الوصفه هذه اذا وضبت عليها مده معينه حتى من الميزان تحس روحك راك نقصت في الميزان. الزنجبيل والبسباس يحرقوا الشحم، يعني يحرقوا يخدموا الدم، هو شنو يحرق الشحم يعني يخدم الدوره الدمويه هكاك، معناها تسهل عليك حرقان الشحم. بعد ما تعدى عليها وقيت تحقيقه خليتها اكثر من بعد راه نسيتها بالعمل، نجي نصفيها. بسم الله، قدمها لا سكر لا عسل لا حتى شيء حلو. ماذا بينا اللي عنده مشاكل في المعده والمصار ينحي السكر جمله، العسل عندك الحق في مغرفه نتاع قهوه على الصباح على خويا. بسم الله، جاتكم معناها تحرقتوا، جاتكم حراره اللي جماعه ما يعرفوش الزنجبيل اول مره باش يشربوها، ماشي في بالك اللي هو يحرقك معناها كي الهريسه راهو يحرق صحيح، اما راهو يداوي ماهوش يحرق معناها كي الهريسه يفتفت المصار ولا حاجه، بالعكس هذيك الميزه نتاعو هذوك والمنافع نتاعو، تحمل شويه كل الحرقان نتاعو. الصغار خففولهم على الاخر بالكدا باش ما يحسوش بالحريق، والكبير تشربوا هكا باذن الله الجاي ساعه ينحالك بالوقت الحريق نتاع المعده، وكنت تواظب عليه اكثر من 3 ايام ولا جمعه ينحي التهابات المعده ولا المصارن اللي عندك وقتها. حاجه اخرى بالنسبه للزنجبيل، ردوا بالكم للي عنده ضغط الدم، زيدوا اسالوا عليه وحطوا على الانترنت وشوفوا المنافع والمضار. هكذا وهذه وصفتنا كانت لليوم، ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تفيدكم، وفي حلقه اخرى وفيديو اخر ان شاء الله. بسلامه بسلامه.